امرأة تتبرع بكليتها لطليقها حتى لا تترك أطفالها. وعندما ينفصل الآباء ينصح الخبراء بأن يستمروا في التعاون كأهل حتى لو لم تعد العلاقة بينهما قائمة، وقرر كل شخص منهما أن يتخذ اتجاها مختلفا في الحياة، فمن المهم أن يعملوا معا لتربية الأطفال. ودان ووكيل هوب هم كانوا زوجان انفصلا بالفعل لمدة 5 سنوات، وعندما أعطت كيلي درسا كبيرا من الحب لعائلتها على الرغم من الانفصال بينهما، وعندما اكتشفت أن زوجها السابق دان يحتاج إلى عملية زرع كلى للبقاء على قيد الحياة، فقررت كيلي أن تقدم نفسها. لم يصدق الأطباء ما كانوا يسمعونه، فلم يسبق لهم أنه رأى أي شخص يعرض نفسه للتبرع بشريكه السابق ولديهم أطفال، جيني 11 عاما وبيلي 16 عاما. وقالت كيلي إنها على استعداد للتبرع بإحدى كليتيها من أجلهم، وقالت بالرغم من إننا لم نعد معا إلا إنني لم أكن مستعدة لترك أطفالي بدون أب. وكانت المستشفى تبحث عن كلية لدان لمدة 12 شهر ولم يجد متبرعا متوفقا، ولكن كيلي بعد إجراء الاختبارات اللازمة أظهرت بأنها تكون جهة ناجحة على الرغم من أن فصائل الدم كانت غير متوفقة. وفي عام 2018 خضعت دان وكيلي للعملية الجراحية، وكانت الجراحة ناجحة وكلاهما بصحة جيدة.